مرحبا مرحبا، حبابكم يا اخوان، حبابكم. حراكم ايش؟ تسلم اخونا معتصم طلب. ابو منى تسلم، ياسر يوسف تسلم، والله صباح النور والسرور اخونا ابو بكر. حبيبنا حبابك والله، يحيى عبد حبابك، محمد الكماري حبابك والله، حبابك يا راكز. قال لا تاخرت، ايمن جغم اللايف، اللايف الدق عشان كده. الطيب اسماعيل سمورة بخير والله، الحمد لله رب العالمين، ما عنده اي عوجة. طيب الرشيد جودة حبابك، ابو سليمان حبابك والله. طيب صباح النور والسرور. تسلم اخونا عبد بيرو، يهاب صباح النور والسرور. محمد اسحاق وعليكم السلام. انس اخونا معتصم تسلم والله، معتصم طلب. عبد العظيم عمر بكر حبابك والله، حسن بابكر حبابك، محمد عبد العزيز حبابك والله. حبابكم والله، حبابكم يا جيش. نعتذر عن التأخير يا إخوان، بنواجه مشكلة فنية، الجنجة شغالين بلاغات على الله يفضي، ما قادرين نتحكم فيها يعني. طيب الناس الموجودة في اللايف دي، الجياشة ما الجنجة، أي زول موجود في اللايف عليه شير، أي زول موجود في اللايف عليه شير. الناس جات هسه دي عليك شير، شير وتعال، شير لايك من سقط. طيب عبد الرحمن الطيب تسلم والله. إبراهيم مبارك قال وين الجيش؟ في الشل بحصل في الجزيرة ده والله يا حبيبنا، هو الجيش قاعد. انت قول وين التعليمات؟ انت قول ليه البرهان لحد الآن كويس؟ ما أعطى تعليمات مباشرة كويس بدخول المتحركات من عدة محاور، رغم إنه الجيش محاصر الجزيرة من كل المحاور أو من 5 محور. السؤال هنا يا إخواننا يتوجه للبرهان، الليل أنا كعسكري علي بالتعليمات، تعليمات أنا ما جاتني، أنا أتحرك كيف؟ أتحرك عشان أكون يعني ماشي، لا في تنسيق بين الطيران ولا في ده، يعتبر اسمه شنو؟ مخالفة توجيهات يعني. فالموضوع كله يا اخواننا في يد البرهان، والبرهان ده انا ياما اتكلمت عنه لحد ما الناس زعلت يعني، وما برفع منه والله، هتكلم عنه البرهان، انا هتكلم عنه هعردمه وما برفع منه كويس. ضروري الشيء اللي بيحصل في الجزيرة ده لا يطاق، لا يطاق. انسان الجزيرة اللي تعرض له ده ما أقل من اللي تعرض له إنسان الجنينة، شبيه شغل، شبيه يا إخواننا بالشغل بتاع الجنينة، بعدين شغل ممنهج، شغل ممنهج الشيء اللي حصل في الجزيرة. يا إخواننا الناس دي جايين يدمروا الجزيرة دي كلها كده، الناس دي دايرين يدمروا أي حاجة، أي حاجة في الجزيرة، مشروع الجزيرة بيدمروا فيه، المؤسسات بتاعت الدولة اللي في الجزيرة بيخربوا فيها يا إخواننا، حتى المعاملة ذاتها لإنسان الجزيرة يعني بتختلف كويس، إذلال واستحقار وقتل وترويع واغتصاب جماعي ويعني طلب فدية في بعض المناطق يا إخواننا، وأي منطقة ما حصل فيها يعني استباحة الجنجديل بتوعدوها وبدخلوها يا إخواننا، بدخلوها كل القرى تحت
النار الجنجبيت يعني. وللأسف مواطن أعزل ما شايل سلاح وما تسلح وواجه الجنجبيت ديل، كثير منهم استشهد يا إخواننا ودافع عن أرضهم وعرضهم، لكن ما باليد حيلة. فالموضوع الشيء اللي حصل في الجزيرة دي لا يغتفر. العمليات الآن اللي قاعد تحصل حول الجزيرة دي نقطة في بحر. ده ما شغل مقنع ولا شغل بيخلينا نفرح يعني، زي ده الشغل بتاع المناقل اللي هم جاهم ثلاث عربات شنو يعني؟ ثلاث عربات دي شنو؟ وين التحرك الكامل الشامل؟ وين الكلام ده؟ يا اخوانا ده شغل بيتطلب وقفة، لكن ده ما بيدينا الحق يا اخوانا انه نحن نقعد نردم في جيشنا. جيشنا التحدي ده ما عنده مشكلة، ما انا قايل لك جيش تباه تعليمات بمشي، صدر التعليمات بمشي. المتحركات دي يا اخوانا فيها فرق اوائل شغالين بندقية، فريق اول اقدم من البرهان، اقدم من كباشي، اقدم من ياسر العطا، اقدم من النازل، كلهم شغال بندقي، شغال بندقي، شايل بندقيته بقول لك يا اخي انا حاقتحم مع نازل فريق اول. في اكثر من فريق اول قاعدين يعني. فالموضوع بتاع تاخر الحسم ده انا ما عارف، بقول لك تقديرات وما ما في حاجه اسمها تقديرات. المتحركات دي تنظف والله العظيم كده لمن تمشي لحد تشات. المتحركات دي قاعده قاعده موجوده، تسليحه بيختلف، تموينة وإمدادة جاهز، ربطها مع بعضها كله جاهز. يا إخواننا بننقص التعليمات شنو؟ النادي لا ينقصهم كويس إلا التعليمات فقط. عندك أي زول هناك في المتحركات دي قاعدة، كم جيش بيقادم هنا؟ كم جيش؟ كم جيش؟ جيش سنار، جيش الفاو، جيش الرابع، كم متحرك؟ كم متحرك؟ متحركات ما لها عدد والله، ممكن تمسح كده شفت وما تجيب زاد بكله متحركات واتيان بتاعت مسيرات. وشنو ناقص بمدفعيتها بأسلحتها؟ انا لا اعرف شنو ناقص يعني. فده انا لما اجي يا اخواننا، وطبعا القحاطة استغلوا الموضوع ده على فكرة، القحاطة كويس او فلول دقلوا او الجزانة جدد استغلوا الموضوع ده. القحاطة الان عاملين فيها ضحايا وبيضعنوا في الجيش. ما تتعلق في الجيش، تتعلق في قيادة الجيش. أي نعم الله يحملهم المسؤولية كاملة، لكن إياك تتعلق في شنو؟ في عساكر الجيش التحت ديل، ده الناس ما عندهم قشة مرة. قلت لهم اتحركوا بيتحركوا، قلت لهم بلوا ببلوا. ناس شايلين أرواحهم دي كويس وأقفانهم دي وماشيين كويس. يبقى التقصير وين؟ يبقى التقصير وين؟ ما تقول لي فلان قال ولا ما قال هذا الكلام ده. لسه والله العظيم اديك يا هو عميل، اقسم بالله العظيم اديك عقيد ورب الكعبه مع النازل قاعد يقول لك نحن تنقصنا التعليمات النهائيه، تنقصنا التعليمات النهائيه. فالموضوع ما موضوع يا اخواننا سائل، الموضوع ده بيجي سلبا على العساكر. احنا لما بنعاين للاخوان عثمان مكاوي كويس، بنعاين لرتبه ملازم، ملازم اول، بنعاين لرتبة النقيب، رتبة الرائد، رتبة المقدم، رتبة العقيد، رتبة العميد. حتى في ألوية مقلوب على أمره، في ألوية مقلوب على أمره، في لواء بده تعليمات أعمل ما عمل، في كشف بيمشي كويس، لا يقدر يطالب ولا يقدر يقول أعملوا لنا كده ولا 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 ولا. فإخواننا نحن مشكلتنا كلها الآن بقت في كيفية صدور التعليمات. هو يعني العسكري احنا بنعرفها مفروض كباش ذاته يقود المعركة دي، كتير على الوطن، كمات كباش ده كتير على الوطن، وكاتب عقد حياة كباش ده، كاتب عقد حياة كويس، كباش ده كاتب عقد حياة، ياسر العطا ده كاتب عقد حياة. ليه اغلب من الناس اللي بيموتوا ديل ما يجي يقود يمشي؟ ما كل واحد يطلع لنا في خطاب او يخاطب يقعد يرسل هنا يعني. انت كباش بقول لنا نازل، انا بسالكم بقول لكم سنار وجتين، اقصد انا بسالكم بقول لكم مدني بتين. طيب انت كباش انت ما في القياده، انت ما في القياده، انت بتسالهم العساكر ده المغلوب على امره. العسكري ده معروف المسمار من فوق للتحت، من فوق للتحت دي العسكريه. فعشان انت نسالكم ده كلام بتاع كوميديا ساكت يا زول، ده كلام بتاع كوميديا ساكت. تربط قاشك، تتقدم جيشك، تمشي، ما أخذ بالقوة يسترد بالقوة. ما
مع ان في الخ... في ال... في ال... في استلام الجنجه للجزيره، وده الشيء زعل. لو كان لدينا الناس الجزيره دي الفرقه الاولى دي لو كان صمدت وثبتت وقاتلت زي ناس الفرقه بابانوسا، هسه ناس 22 دي الناس بابانوسا دي لو انسحبوا الليله انا اقسم بالله العظيم مخشمده عندي، ما بقدر اتكلم فيهم كلمه، ما بقدر اتكلم فيهم كلمه. ليه؟ لانهم قاتلوا، لانهم قاتلوا، ما بقدر افتح خشمي اقول يا والله العظيم الناس زي شنو. لا على الاطلاق ما بقدر. ده بالنسبه لناس منو؟ لناس بابانوس. لكن زي احمد الطيب ينسحب لي بيكون 60,000 نهارا جهارا بتسليحهم بعتادهم اسلحتهم زي ما هي مرتباتهم الحربيه كامله، ويسحب الدفاعات المتقدمه ويقاوم، ده موضوع، ده موضوع خلينا نقف. طيب حصل الخطا فلنفترض انه ده انسحاب تكتيكي، اين المعالجه؟ اين المعالجه؟ الليله الجزيره نازله من دخلوا عندهم كم؟ عندهم كم شهر؟ عندهم كم شهر؟ عندهم كم شهر؟ كتير كويس؟ فعشان كده الناس بتقول لك اطلع 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 دايم هاجم، ما في حاجه اسمها كل مره تستغلوا الموضوع زي الموضوع بتاع هيجيلك في عهد الكيزان، كان قادرين يستردوه في اول يوم، عملوا بقى شغل اعلامي وجوط ودنيا وعالمين، وفي النهايه عملوا بقى مكسب كويس، وروا العالم انه الناس زي المعتدين وشنو. فالشغله بتيجي على راس المواطن فقط كويس. الشيء الان يتعرض له المواطن الجزيره ده يا اخوانا، ده شيء لا ده ما بيتسكت عليهم، حنطالب بحقهم اقسم بالله، والله حنطالب بحقهم. انت قال لك احنا القاده هسه قاعدين في السلطه ديل، بعدين اللي حصل لناس الجزيره ديل ما مسؤوليتهم؟ مسؤوليتهم يا زول، مسؤوليتهم. انت ما جيش كويس، واجبك انك تحمي المواطن ده وتحمي ارضه وتحمي ارضه. انت انسحبتها وتلكأت وترددت في موضوع الاسترداد. كم القوة دخلت الجزيرة؟ كم؟ سؤال، كم القوة دخلت الجزيرة؟ كم؟ مين بده يسلل يمرق من العاصمة؟ احنا كان في ربطنا مع ناس السيطرة ديل ونجبكم يا اخواننا نازل مش يقول لنا ما بسوي حاجة. لا لا ما بسوي حاجة كويس. طلعت قوات من الديلي حصلته، طلعت قوات من المدينة الرياضية حصلته، طلعت قوات من شرق النيل دي عموما حصلتهم لحد ما بقوا قوة. هاجم الهجوم الأول قال لا ما بسوي حاجة، الناس احتفلت ما بسوي حاجة، شو يقول جت تعليمات الانسحاب. لا يمكن الليلة اللي هو زي أحمد الطيب ده يتخذ قرار بتاع انسحاب براو، لا يمكن كويس. وأنا عارف هناك تم الاستخبارات اللي هناك وراني التفاصيل كلها، وراني شو حصل بالملي، وراني الناس ما عندهم رقبة ذاته كويس، ما عندهم رقبة ذاته انهم يقيفوا يدافعوا، معناه في تعليمات مسبقة بعدم المقاومة او يقووا الدفاعات. ما سووا نفس الشغل اللي سووه في سلاح الاشارة الان. هسه جيتوا لو قالوا لكم سلاح الاشارة هناك لو كحلوا بشطة بقدر اخشوا؟ ما بقدر اخش لان الدفاعات دي اقسم بالله العظيم مريعة وحصينة، وهنا والقوات اللي هاجموا بس على الإشارة دي أقل من القوات اللي هاجمت الجزيرة يا زول، أقصد أكثر من القوات اللي هاجمت الجزيرة، أكثر من القوات اللي هاجمت الجزيرة بألف مرة. فالموضوع فيه استفهامات. أنا إحنا الآن عشان نفوت الفرصة كويس على الناس الدارين طعن في ظهر الجيش والقحاحيط الممثلين فيها ضحايا وهم أصلا من جويد، أنا إحنا عشان نسد الذرائع دي ما نضعف في جيشنا. هاي عسكرينا اللي انت قاعد في الدفاعات ده قدام يا زول، انت بطل، انت ما عليك شيء، انت تنقصك التعليمات، انت منضبط في ظل الفوضى الحاصله دي كلها كويس، ودمك فاير واي حاجه لكن منضبط لسه وراجع توجيهاتك. احنا بندعمك انت اللي قاعد في الشارع ده، ده عسكرينا انت اخوان عثمان، وقلنا لك من الملازم من الملازمون للنقيب للرايد للمقدم للعقيد للعميد للواد ذاته في الواد ذاته، قاعدين ما بيدهم حيله وزهجانين من الشغل اللي اقسم بالله العظيم، والله زهجانين منه. فوضى ما بعدها فوضى، فوضى ما بعدها فوضى،
خلاص الموضوع حتى وان احنا انا قدامك ده قال لك ما مبوس على الجزيره دي ما زعلان، اقسم بالله دمي ده بغلي بيغلي. اي انتصار لن يتحقق على ارض الواقع في اي محور كان لما نتذكر مأساة الجزيره بيفسد لنا الطعم. كويس؟ طيب دقيقة، الزول ده انت من جبال يا معلم. انا والله العظيم ساكت لك يا حبيبنا، انت مشكلتك يا حبيبنا انت ما بتفهم، انت اللي قاعد تعلق لي تقول لي الليلة يا ذاب الله يفاتيه عرفته ديل. كويس انت ما بتفهم، انا اكتر زول ردمت السيطرة في موضوع الجزيرة دي لحد في ناس عملوا لي القاء بتاع متابعة وما اسفا عليهم بسبب كلامي على البرهان ده. تيجي الليلة تشبكني انت الليلة يا ذاب وما يا ذاب، على الأقل أمسك البلوك ده غور يا أخي. أنا لي فترة صابر عليك، أنا ما قاعد أحضر صوت سايب بالمناسبة كويس، لكن جاي تخلق لنا بلبلة بموضوع الجزيرة وموضوع شنو وما عارف. إحنا أنت بتورينا الجزيرة كويس. دقيقة يا أخي، كترتها وحمضتها بقت حامضة عديل. غريبة إن أنا يا أخي قاعد أتفادى لك يعني كثير من التعليقات، ما تجي راجع على الايفات القديمة. شوف انا بتكلم على الجزيرة بقول شنو، شوف انا قدمت البرهان ده زي شنو. يعني تجي تهاجمني تقول لي والله فاطية انت قال لك انا شغال دعاية عسكرية، انت قال لك انا في جيش بقدر، بقول لي ليه قلت كده؟ انت قال لك انا في جيش بقدر براجع هنا ولا في جهة كويس رابطاني بيزول. انا ما عندي ما مربوط بيزول، ممكن اصحى اتكلم في البرهان ده وامس اتكلم لك في كباش كويس، ولو انت جديد في الميديا دي شي برجع لك، ده وانت جديد في الميديا دي شي برجع لك. لكن شايفك قاعد كويس لك فترة لك يومين، شايفك قاعد تشبكنا ما عارف شنو انتوا اللايفات. يا اللايفات من ينزل لايفات من لايفات ده بنجر من راسهم. انا كلامي مبني على مصادر، اتحداك والله العظيم في اي سلاح ده عندي ناس شنو شايفين لايفات ولا لايفات. المهم تتخارج بس. طيب يا اخوانا هو الموضوع، هي الجزيرة دي بترجع كويس، الجزيرة دي بترجع الجزيرة دي من ناحية بترجع ده كلام ما داري اي اتنين تلاتة. لكن على الجيش انه يعجل بصرف التعليمات، وعلى الكباش او ياسر العطا او ابراهيم جابر او البرهان اي يقود المعركة دي بنفسه. ليه؟ روحك اغلى من روح الابطال في الشارع ده. ها ما تقعد تستغلون الموضوع وتقعد تعملون له مكسب اعلامي كويس، وعايزين توروا للعالم كله انه الميليشيا ده اجرمت. ما هو اي زول عارف الميليشيا، هو حميدتي نفسه عارف نفسه مجرم، عبد الرحيم ده قالوا نفسه عارف نفسه مجرم، الناس ده بيوثقوا جرائمهم بنفسه. طب بيوثقوا جرائمهم بنفسه. يلا بعد كده وش هسه انا في ناس بيصبرونا بقول لها ابراهيم يا اخي والله العظيم ان احنا في شغل جاي كويس ما تستعجل. انا ما مستعجل لحد الان ولا بتكلم في الجيش ده، الجيش الاتحاد ما بتكلم فيه كويس ولا اي حاجة. لكن بعد كده تاني صبر ما في اخواننا، عشان في ناس بترتد، في ناس كثيرة ممكن ترتد، في ناس كثيرة ممكن تسوق في خط القحاطة عادي. ما موضوع عايش بيقول لك وين الجيش وين 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 والكلام ده. طيب ندخل في الموضوع بتاع كيكل. طبعا كيكل العبوب الديوس القوات كويس، والله اتفه سوداني على وجه الأرض كيكل جلب لأهله المرتزقة من كل أنحاء العالم، مارسوا الاغتصابات الجماعية، مارسوا القتل الجماعي، دفنوا الناس أحياء، مثلوا بجثث الناس. والله العظيم الناس زل يعني عذبوا شباب ودفنهم أو يعني غرقوهم عمدا كده، فرقهم ناس التروس ديل كويس. نظام انتوا عملتوا الترس، ما عملتوا الترس اقسم بالله غرقهم عمدا. ثلاثة من خيرة الشباب ده كله يتعمل في اهله للأسف وهم بريئين منك. ها والليلة قاعد يفرفر ولملموا العربات بتاعتهم بتاعت المضادات 23 والثنائيات والحاجات والرباعيات جابوها. نظام انه عندنا متحرك جديد، كذاب ما عندك متحرك جديد، ما عندك متحرك جديد يا كيكل كذاب. دي فرفرة بتاعت مذبوح
وانت عارف لولا طماطم السيطرة اقسم بالله انت كنت من الاموات، انت بالذات يا كيكل اقسم بالله العظيم تمشي اي محل، اي محل تمشيه انت بتنجحه. كيكل انت هدرت، انت ما انت انت مشكلتك بتختلف، انت بالذات كيكل والسيمان اللي اسمه البيشي تاجر الكريمات النيدة، انت مشكلتكم كويس بتختلف، انت شغلكم ده ما بقدر سبقكم له قبل كده، جلبتوا العار لأهلكم وجلبتوا المرتزق لأهلكم، ده كله مقابل شنو؟ مقابل فتات، مقابل سلطة. هسه أنا عليك دينك وأيمانك، لو الجنجوي الدل ها لو الجنجوي الدل بيبنوا لي قصر من ذهب ولا بعينوني حاكم عام على السودان بعمل في أهلي كده يا جوات يا كيكل؟ وده كله يا اخوانا طلع الساي ما عندهم اي قوه دخلت الجزيره، ده على مسؤوليتي انا الكلام ده، انا لو دخلت والله العظيم قشمه خفه بدل الهناي، والله طالب يقول لك ليه وبردم السيطره، لكن ما عندهم قوه دخلت ولا عندهم متحرك، الكلام ده كله محاوله لرفع الروح المعنويه كويس، واصلا هم منهارين والناس دي خايفين، اقول لك عديل الناس دي خايفين، خايفين دي فرفره بتاعت مسبوح، لاحظ الهزيمه في عيونه، بيحاولوا يرفعوا المعنويات بتاعت ناسهم بس ما عندهم اي قوه دخلت الجزيره، والله لو دقوا راسهم في السماء ولا عندهم اي قوه دخلت سنار ودق 50 لو راجل امشي خلاص منه زاوية. طيب بالنسبه للموقف العمليات هي شايف الليله متحرك بتاع المناقل جغم 3 عربات من الجنجة وكبضهم بعض الخسائر وقتل فيهم بعض المرتزقة، وده ما بيشفي ولا نقطة في بحر إخواننا، لكن برضو عمل قاموا بيه التحية لهم. طيب نجي لأم درمان، إخواننا أم درمان الليلة فيها شغل بيختلف، 90% من المبدات الآن أصبحت في يد الجيش، 90% من المبدة أصبحت في يد الجيش، يعني تحرير ومبدات كاملا كويس قاب قوسين او ادنى مسألة وقت بس تتحرر مبدات باذن الله تعالى كاملة، وتاني بعد كده نتجه للجنوب ومدرمان، وده جيش وقاعد ومتحركات وقاعدة الليلة اكتر من 60 او فوق 60 جنجويتي الليلة جقوم، 9 عربات دمرت بالكامل في مبدات، ودي عربات قتالية، عدد من المواتر تم تدميرها، أسر 11 جنجويدي واستلام قناصين، ده الليلة الشغل بتاعهم بدات، الليلة حيدوا موقع كان فيه قناص واحد انسحب وخلى أخوه مصاب حتى ما قادر يشيله ذاته، تم استلامه، يعني شغل بيرفع الراس دقت في ام درمان، التحية لجيش ام درمان يا اخواننا، والتحية للكتيبة العاشرة، والتحية للقوات المسلحة هناك، عموما سواء كانوا هيئة عمليات أو سواء كان جيش أو احتياط مركزي أو العايدين من الشرطة التحية لهم، ده فيما يتعلق بأم درمان، قلنا أكثر من 9 عربات تم تدمير كامل، أكثر من 65 جنجويتي تم جمعهم اليوم ده، استلام 11 جنجويتي، استلام قناص مصاب تم استلامه، والجيش زاحف 90% اخواننا من المبدات الان في يد القوات المسلحة بعد المدفعية دكت الجنجويت غربي او جنوب ام درمان يا اخواننا، ونظافات وعمليات بتاع التمشيط واسعة وعمليات بتاعت نظافة واسعة كمان بين القوات المسلحة في منطقة الفتحات عموما، وزي ما قلنا اخوانا العباسية خالية كويس، كذلك الدوحة، الأحياء دي كلها الآن أصبحت في يد القوات المسلحة بإذن الله تعالى، والجاي أجمل بإذن الله. اخوانا شايف اللايف ده وقع، الناس اللي قاعدين في اللايف يزول يشير ويجي نتم باقي الشغل، لا ينتبه باقي الشغل، إذا موجود في اللايف ده شير ولايك ومنسقط عشان ما نفقد البث، شايف تعرض لهجوم، شير لايك منسقط
شير رايك منسقات داير الليلة حكاية بتاعت 500 شير كده على السريع عشان نزع في اللايف ده. شايف لأن الزمن زاد وفات، يعني هنحاول نختصر بإذن الله عشان نمشي للموضوع بتاع نسبور السودان وتجار الأزمات ونختصر الموضوع. عايز ما شير اخواني في اللايف ده شير عشان اللايف ده شايفه ده يختفي، يعني الانذارات جات فيه كتيرة. حتى انه ما واضح ليه هنا ذاته في كم قاعدين في اللايف والتعليقات ذاتها بقت يعني تختفي. ايضا موجود في اللايف شير اخوانا، ده 500 شير كده عشان نزيبها اللايف. 500 شير على السريع يا اخوانا، يلا 5 دقايق 500 شير ونبدأ نبدأ الشغل بتاع هناي بتاع شرق النيل وبتاع جنوب الخرطوم. وبإذن الله نشوف شغل الفاشر برضو. الفاشر الآن 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 يا إخوان الآن الفاشر كان فيها جقم، الآن الفاشر فيها جقم وفيها بل وفيها متك زي المتك ده شغل بتاع طيران. ونتكلم عن الموضوع بتاع الحركات المسلحة وعن الموضوع بتاع الإقاصة أو الموضوع بتاع المساعدات الإنسانية. الليلة الجنجويد طبعا شافوا إنه ده مكسب، يعني الجنجويد بخمسين عربية دمروا لهم 3 عربات شايفين إنها دي مكسب، يعني بخمسين عربية أقسم بالله خمسين عربية الخمسين عربية الطيران أظنه جغم منها 17 ذات جغم منها 17 اخوانا. ناس موجودين في اللايف ده 1500 غالبكم 500 شير عشان نتفادى المسألة بتاعت الإناد دي. طيب ده قال هات المفيد وخلي كلامك الكثير. انت اسمك كلام الكثير ده في زول قدم لك فيه دعوة، وبعدين يا اخي انت الكلام الكثير ده العزمك له منو؟ يعني انا ما قدمت لك دعوة اساسا عشان ما تحرج نفسك. شنو خلي الكلام الكثير وما خلي الكلام الكثير؟ اقول لك حاجة غير مرحب بك هنا ذاته، ومن وشك ده انا شاك انك انت جنجويد وانت مالك مال المفيد. انت علاقتك شنو بالمفيد؟ انت هتقدم شنو يعني؟ مفيد ولا مو مفيد؟ جنجويد غزر يلا من هنا. طيب لا لا تحذر يا اخونا عثمان ماشي. انا هنا عندي ناس لو سبوا لي لو نبذوني عادي ما بحذرهم كويس، لكن عندي الناس اللي بيجوا طايرين والواحد تلقاه شفته قريب، شفته يا اللي لقيته قريب من الصور صوره قريبه كده وغطيها في البروفايل ده وهمي ده وهمي. طيب يا اخواننا في حاجه نسيناها، في عمليه نوعيه الليله في ام درمان وعمليه نوعيه كبيره جدا جدا قامت بالاتيام الخاصه يا اخواننا المشتركه هيئه العمليات الاحتياط المركزي، جزء من الشرطة، جزء من أبطال الهجانات يا إخواننا، وجزء من التاسع يا إخواننا. دي عملية نوعية كبيرة جدا جدا، رجعوا فيها عدد من الأسلحة ويغموا فيها 7 جنجويتي. دي عملية تعتبر عملية كبيرة جدا جدا. الخطورة وين الخطورة؟ إنه الناس وصلوا حتى يعني تحت سيطرة جنجويت، كان تحت سيطرة جنجويت، يغموا المجموعة دي وجو مارقين. من ضمن المقدم يا اخواننا اسمه جبارة الفضل مكاوي. جبارة الفضل مكاوي ده انا قريت الاسم ده يعني استبعدت يكون اسم بتاع جنجوي، بس انا في الجروبات بتاعت كردفان دي دايرين نزعل منه. شوفوا ده من اولاد كردفان ولا من اولاد وين؟ اقسم بالله العظيم شغل والله يا اخواننا. إن عندنا ناس والله الذي لا اله الا هو، عندنا ناس ما بخاف اقسم بالله. دي يعني عمليه اختياري ما بالتعليمات يا اخوان. عندنا مجموعة كده كده كده، المجموعة دي قاعدة وفترت ناس الحي، فترت ناس المنطقة دي كويس. هاي اخوان المعانا فيها بس يشكل بيجاي شغل اختياري، المعانا فيها يشكل بيجاي اقسم بالله العظيم. مشكلين اكثر من 120 نفر، اكثر من 120 نفر مشكلين. في النهاية قسموه، في النهاية قسموه شالوا منهم عدد معين. شوف الحماس زي كيف، شوف الحماس زي كيف بالله، على قال بل ولا ما بل اقسم بالله لازم الناس زي الجغم والجخنون والجغب الدخل ده والله زول قلبه ناي اقسم بالله ما بخش
رايك شنو؟ والله العظيم اقسم بالله زول مرخوش. لكن التحيه ليه؟ عاصم جناب عاصم التحيه لك، نحرق اسمك عديل، التحيه لك اقسم بالله العظيم من جوبه، والله من جوبه. والحاجه ذات تكبس راسك اكتر وتخليك يعني انت مندهش. شوف الرصد والتعليمات دي كيف، اقسم بالله ببلاغات. عشان كده بنقول لك اخوانا البلاغات ما تهمشوها. ديل قبل اليوم كان ماسكين لهم بنت مقعدين معاهم قرابه 3 شهور بيغتصبوا فيها. والزول ده شكله كده من ابناء كردفان، شيرنا اسمه في الجروبات بتاعت ابناء كردفان. طيب 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 يا هاشتاج ود البورت، يلا امسك البلوك ده. وانا ما قدمت لك دعوة، غور من هنا يلا، غير مرحب بيتها كويس. استلم البلوك ده، القطة الصوت استلم البلوك ده جنجبيتي. تقال لك انا بتغرني كثرة المتابعين، انا واحد من الناس اللي بتغرني كثرة المتابعين. صفحتي كان عملت 500، صفحتي كان عملت 500 ألف، لكن انا احزرك طوالي تفرفر هنا، والله احزرك انا محتاج لك يا زول. طيب ندخل يا اخواننا في الموضوع بتاع الكدرو، وما زال اخواننا البر بتاع الكدرو مستمر، وما زال الجغل بتاع الكدرو مستمر، وما زال اختبار و السن كويس، وتشغيل الاسلحة الجديدة مستمر يا اخواننا. زي ما قلنا لكم الدفاعات تم تدعيمه بمدفعية ثقيلة جدا جدا، والله العظيم ذخيرة تبني عمارة، ذخيرة تبني عمارة أقسم بالله في كل دفاع متقدم. والدفاعات المتقدمة سابطة وصامدة كما هي، والذي رفع السماء صامتة وثابتة كما هي كويس. وتمشيط، تمشيط زي التمشيط ده بالنسبة للكدرو، والليلة قزقزة خفيفة ما في حاجة، 6 عربات كويس. الليلة اليوم تعبان يا اخوانا، جريت تعبان في الكدر كدراوي، الليلة نامت قيد نومته كويس. 6 عربات يا اخوانا، وغير الرسع وغير الشغل بتاع المدفعية الاستراتيجية البلة البل صح كويس، وغير الشغل بتاع الاسم شنو بتاع المسيرات يا اخوانا. قلنا لهم المسيرات دي حيدت وخلت كثير من الجنجة تراجع، ده بالنسبة للشغل بتاع الكدر. وعندك شمال بحري مدفعية تقيلة جدا جدا، دقت ما تبقى من قوات الجنجة في شمال بحري أو عصابات الجنجة. عندك شرق النيل كذلك عمليات بتاعة مسيرات مستمرة بالإضافة كويس لبعض الأهداف بالقصف المدفعي كويس، المدفعية الاستراتيجية. أضف إلى ذلك جنوب الخرطوم، جنوب الخرطوم نفس السيستم، شغل بنفس الوتيرة دي، مدفعية على مسيرات. ما بنكذب عليكم نقول لكم الزحف وبدأوا العمليات بدل، لا القطاع بتاع جنوب الخرطوم ده قطاع مناوي، نكشف لك من هسه قطاع مناوي وحيلقوا شوف الأيام الجاية دي. عندك عبد الرحمن قطاع خليل، واسي شغال مع القشم كويس، واسي شغال مع القشم. التحية لهم يا اخوان، بل زي البل اقسم بالله العظيم، وشغل زي الشغل. طيب عندك جنجويد بتاع صالحة، وحياة الله المعلومات الواصلة ان جنجويد صالحة بدو يتضايروا، اقسم بالله بدو يتضايروا وبدو يهرب. والليلة ده يا اخواننا في 11 عربية اقسم بالله العظيم من مصدر استخباري، من مصدر استخباري كويس والله. وده حاجة انا زعلان عليها، يعني ما حاجة كده يعني بتفرح كويس. العربات دي اقسم بالله العظيم كبرتها من انم درمان دي، والله العظيم وصلت لحدي من لد، اقسم بالله العظيم عربات دي قتالية 23 رابعة 23 بالاضافة للدوشكات وبالاضافة للهناي اتخارجت، وصلت اليوم ده اقسم بالله. ويوميا الشغل ده كويس مستمر، الهروب الجماعي ده مستمر، لكن في تطور من هروب بالملكي بقوا هروب بالاسلحة بل ولا ما بل. وهسه انا نزلت لك منشور قبل شويه برضه، قلت لك في الفاشر
كان في دق ال50 عربية. اخوانا اصلا دي 50 عربية جات كملت لي 3 شحنات، 3 شحنات محروسة ب3 عربية. شوف القواعد كيف، 3 شحنات ب3 عربية محروسة وماشية في أرض أرض منه، يعني حتى المفروض إنهم الدين جاء أعلنوا إنهم ما حيخلوا عربية تمر بهناك، أعلنوا إنهم ما حيخلوا عربية تمر بهناك. فهذا باعتباره شنو؟ يعني إمداد للدين، يعني هاكم هاكم ها هاكم هاكم الوقود وهاكم الذخائر. واصلا هنا ما ماشي للجيش، شوي عشان يكون في علم كون الجيش ما محتاج يودي امداد بالطريقه دي، ما في امداد تابع للجيش بيمشي من غير تغطيه بتاع الطيران، يكون في علمك ها يا جنجويتي يا وهمي، ما في امداد تابع للجيش بيمشي من غير تغطيه بتاع الطيران. لكن الحاجه الحلوه انه الجيش استغل الحته دي ودقاكم 50 عربيه دي ما دخلت اول امس، عارفين معلومات عن هنا، قلعوا سلاح من بتاع بوليس وربطه، مش ناس المشتركة حد ناسهم جاوا السلاح بتاع الشرطة، أنا ما أعرف الشرطة هناك وذات عنده شنو، وليه جنجويد ما قتلوا، لكن دي المعلومات اللي أنا متأكد منها وواثق منها كويس، انتشروا وكملوا كمائنهم، أقسم بالله شغالين شغل بتاع خوف يا إخواننا. 3 عربية بضربوا فيها قريب 3 ساعات، شوف الجنجويد الناس بيوت كيف، 3 ساعات بضربوا في العربات دي ومصورين لك محروقة، التحية للغاية وسيطرنا وجي غنام، والله ما يسلم إمداد، وأقسم بالله العظيم إن إحنا كان دايرين نوصل إمداد للساسة دي نوصله كويس، والله العظيم بالمزيقة وبقطاع جوي. أنت بتلعب ولا شنو؟ أنت داير تورينا إنه يعني مثلا ده توضح للناس إنك أنت محاصر الجيش وقاطع عنه الإمداد في الفاشل؟ كذاب والله، والله كذاب وطلاس، أقسم بالله. ها ودي رسالة من ناس الحركات اللي عاملين فيها محايدين، دي رسالة لكم ان جنجويد ما عندهم يعني عهد ولا عندهم امان ولا ممكن اعمل اي عمل عشان يكبروا باكم يبلوك. ها رايك شنو؟ يبلوك انت المعامل مطبل لنا، يبلوك انت الانشوم عشان يحرقوا اهلك ويحرقوا قريتك ويشردوك ويغتصبوا خالتك ويغتصبوا امك ويغتصبوا اختك، بعدين جلال دين لهم تيجي تقول لها قال يا اخي احنا في الحياد، طيب حايد حايد ها. واليومين ديل يطلعوا في فيديوهات كويس ويدور في صور، صور من 2005 تابع الحركات مني قتلوا الجيش ذاته، يدور فيها قال لك قال ديل جربناه في مدرمان كويس، وللاسف في لاي فاطيه عاملين فيها كان ان هم نقطين اي حاجه يطلع يصرح لك بالكلام ده، يطلع يصرح لك بالكلام ده يقول لك ايوه والله العظيم قتلوا ما عارف عدد قوات من ناوي وشنو عقيد من ده كله طلع سازل من ناوي لسه ما دخل الكوماج الصحيح صحيح. انت من ناوي لقيت وين؟ سؤال من ناوي لقيت وين انت قاتله؟ انت الان حفلتك مدورة في المدات مع الكتيبة العاشرة ناس خليل، وهسي ده هسي اقسم بالله العظيم قبل ما اطلع اللايف ده كويس المعلومة جاتني ان الناس دي دقوا الجماعة تاني دبروا لهم دبر لهم اساس يا اخوي يشتغلوا لك جغم لهم امداد ودق لهم عدد من العربات هسه الان هسه دي ومش استعرض كده قاعد انه فتان جرس عملك هسه دي كويس شمال الفاجر بل ولا ما بلا جنجويتي يا مرفي أبتقدر تعمل حاجة. طيب نمشي لبابنوس إخواننا، بابنوس صامدة والله العظيم والجيش قاعد فيها وما اخذ راحته وما تسمع الشائعات بتاعت بابانوسة وما عارف والجيش والدفاعات وقاطع ذخيرة اخواتنا ده كله طلع صايم ده كله طلع ساكت ده لما ناس بابانوسة انا اقسم بالله العظيم بدق مدفعية كده والله شفت كان كحل الجنج ديل ما يحضن القيادة دي قريب والطيران ذاته حيده وفصلهم من بعض وفي قوات ما قادرة تصل للقوات اللي بعد اقسم بالله بسبب الطيران. انا جنجويتي هناك بقى هدف مشروع يا زول لو ما تقدر مدفع بجيش بيدوك الطيران. عمك حسن نهار مشى قاعد في مصنع الالبان يقعد يشبك لك الناس
امشي وكاتلو امشي وامشي امشي، ما تقدر تقاتل انت برشا مصيد مالك الماحي مصيد مالك والله. دي هناك تحصل المرمد، عمك المرمد عمك عامل له حجبات كده في بطنه وماشي مش هيبان ده، فطلعه من القبر 3 دقايق كويس، فضل فترة كده ويعدي، لو بحها ممكن يموت. قال لا السم الفرقة هذا سلموك لنكر. اها بل ولا ما بل؟ بل يا اخواننا، التحية لدرامود، التحية لمعاوي. دائما احنا يا اخواننا بنذكر درامود وبنخلي معاوي، مع انه معاوي القائد، لكن اسم درامود عشان شنو؟ عشان اشتهر درامود ولا الموت. وبعدين غير كده العساكر بيحبوه، يعني العساكر بيحبوه حب ما بعده. التحية له يا اخواننا. طيب نجي للموضوع بتاعنا، بتاع النازحين وبتاع الاستقلاليين. يا اخواننا في ناس اسوأ من الدندويت، في ناس اخطر من الدندويت، في ناس اخطر من الدندويت واسوأ من الدندويت، اللي هم الناس اللي قاعدين في المناطق الآمنة، سواء كانوا قاعدين في بورتو السودان او قاعدين في شندي او قاعدين في دونغلا. استقلال 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 ما بعد استقلال. يعني في ناس قفلت بيوتها وجات قعدت في مراكز الإيواء ومسكوا الإشراف واستقلوا حوجة وضعف كويس النازحين، استقلوا حوجتهم واستقلوا ضعفهم كويس، بل وصلت لهم الوقاحة لأنه استقلوهم والموضوع يصل لأمور جنسية. يعني في واحد، في واحدة من الاسم شنو، واحدة من معسكرات الإيواء ضفى جرى لي واحد عديل كده، استغل ضعفها واستغل إنها هي أم ليشفع كويس، استغل ضعفها عديل تعمل معي كده كويس كده، يعني للأسف، يعني للأسف. يعني الناس في شنو، العوالق ده في شنو، الناس في شنو والعوالق ده في شنو؟ طيب نبدأ بوين يا اخوانا الناس الشير، عشان تيجي نفتح الموضوع بتاع الإقاسات ده كويس، وبتاع العصابات بتاع الإقاسات دي كويس. طيب لا تشير دي، نبدأ بدونجول يا اخوانا. طيب دونجول دفاعت لقب اسمه ود الشيخ، ده تافه جدا جدا، ده تافه جدا جدا يا اخوانا. في ناس ربوا كويس يا اخوانا، في ناس ربوا عربات من موضوع الإقاسة ده، والله العظيم ربوا عربات عديدة من موضوع الإقاسة. بس يعني الناس نزحوا من بيوتهم وتركوا أموالهم ولجوا وفي أمس الحوجة للمساعدات كويس، يجيك واحد زي ده ويقعد يستقل لك كويس. وبعدين التوزيع ذاته يا اخواننا من مبدأ شنو؟ التوزيع ذاته ما من مبدأ الحوجة، لا لا، من مبدأ المصلحة. يعني يعني المساعدات دي الشغلة بقت مصلحة، يعني كويس مصلحة ومعرفة، عندك علاقات، أهلك ذاتهم حياتهم تصلهم في بيتهم، ده لو عندك علاقات يعني كويس، يعني حاجات جاي منها يوزعوها على الناس، ديل باعوا بيوتهم ومشوا قاعدين مأجرين بيوتهم بآلاف الجنيهات وياكلوا في الإقاسات دي ويذلوا ويهينوا في الناس هندل كويس. أمس تكلمنا عن البورسودان وعن مدرسة التضامن والشرذمة والعصابة اللي قاعدين هناك، يعني واحد منهم اسمه محمد الهادي وواحد منهم اسمه محمد واد زينب وتافه كده اسمه نادر، وصعلوك اسمه دفع الله. دفع الله ده
بوليس يعني دفع الله ده المفروض هو قال في التأمين بتاع المدرسة. طيب بدل يقعد برا، لا قاعد جوا للمشاعرات والكلام الفارغ، عامل كونتاك ومنسق مع اللجنة بتاعت الإشراف دي كويس، عامل كونتاك مع اللجنة بتاعت الإشراف دي، يعني ناس الإشراف دي يشرحوك ويهرشوك وينهبوا حقك، ويجي البوليس زي يشرحك يفتح لك قال بلاق. يا أخي أنا ما أعرف، لكن أنت كنازح ذاتك، أنا والله العظيم في الدنيا دي ما أكره إلا البني آدم الضعيف، إلا البني آدم اللي بيعيش دور الضحية. يا أخي بوليس شنو اللي يخوفك؟ بوليس شنو اللي يخوفك؟ بوليس ذات كله في عينه يا زلمة، بوليس ذات كله في عينه، بوليس شنو اللي يخوفك؟ أنت بتخاف من بوليس؟ بوليس شنو اللي بخوف؟ البوليس ده أساسا كراعة واحدة جوا السجن والتانية برا. والله أنت لو مواطن ثابت صح صح وراجل ود رجال، والله ما في بوليس بخوفك، والله ما في بوليس بخوفك. بوليس شنو اللي بخوفك؟ هسه ناس مدرسة ضامن، مدرسة ضامن دي يا اخوانا اللي هي بتقع في حي شجر اللي هو قرب المستشفى الايطالي دي، ماسكين العصابة دي الناس المفروض تقيف. هسه قالوا بكرة ولا شنو ما عارف عندهم برنامج بتاع التصويت، لانه نحن كتبنا عنهم هنا راس الصوت لحكم الناس حتصوت، لانه اغلبيتهم هناك قاعدين اهل اكيد حيصوتوا لنفسهم، حيصوتوا لنفسهم يعني. العصابة دي قاعد تنهب في حق الناس اللي قاعدين هناك، حتى الإقاسات ذاتها بيسرقوها وبودوها برا. يعني في مرة ساكنة في سلولاب اللي هي قريبتهم كويس، تجي بتشيل، يعني انت ما ساكنة في المدرسة ولا الناس حاساسا، تجي بتوك توك كأنها مشترية من دكان بتاع إجمالي كويس، تردم التوك توك ده حاجات وترجع، ترجع وين تمشي بيتها. والناس اللي قاعدين هنا والله العظيم اخواننا في ناس ما قادرين يفطروا في رمضان ده، يعني في معسكر النزوح دي ما قادرين يفطروا، صايم من الصباح لحد زمن الفطور يجي ما لاقي حاجة يفطر بها. تجي زي دي عشان مدير الإشراف قريبة كويس، تجي تعبي وتشون وتمشي، وده اللي ياكلوا فيه، وبعد ده يهينوهم ويذلوهم وكمان يهددوهم بالطرد. أنا جاي في بيت أبوك، بعدين البوليس اللي قاعد هناك اسمه دفع الله ده، يا أخوانا ما فيكم راجل كده بابلو شغلة دي يا زول هاي، انت بتخاف لمتين يا زول هاي؟ هيعمل لك شنو البوليس ده؟ اكتر ناس بتاع الشرايح بتاع البوليس وتعصر وتقول لنا امشي قدام برخي، ده تقول البوليس انا اشتغلنا فيه بالسنين، بوليس ده شفت تحكه معاه كده تقول له زول قدام بس، طالما انك انت عامل لنا فيها تمشي قدام بس. هسه دفع الله ولا زفت ده، والله كلامي ده اعتبره تهديد، اعتبره اي حاجه. انا والله ما خليك، والله العظيم شفت انفش وراك كده لما تقول ما داير يا اخي. التافه ده مرة قدر امه كويس، مرة قدر امه شبيها لك، شبيها لك، قال داير اعمل لها بلاغ، قال بلاغ بتاع شنو؟ عشان لما جاء قال لها تفضلي معي، قال لا استمارتك يعني، لا انت بوليس مكتوب لك في وشك انك انت بوليس، بوليس مكتوب لك في وشك انك انت بوليس. طيب واحد قال لك استمارتك، التعالي في شنو؟ ما تطلع استمارتك، استمارة مصورة في التلفون، معناه انت كمان خايف من الجنجويت، ما تقدر تشيل استمارة في جيبك، خايف من الجنجويت، خايف من يجي تحت اي لحظة تقول انا والله ما بوليس. وانت لو راجل كان مشيت هناك قتلت في الدفاعات الامامية، خلي جات تشطر لك على حج عمره قريب الخمسين ممكن تلدق شاب، كان ناس انا بوليس انا ما بوليس، على العموم انا تخليك والله، بسم الله لازم ابقى لك في رقبتك. ياما ناس تواصلوا معي هنا، وحتى هنا ممكن عادي اوصلك لقياداتك، يعني نشوف المزول منك منه، شغال فوضى في فوضى، وشغال انت تشرف في الناس وتهددهم يا اخي. دي مرة بتلديك يا اخي، شنو شك الناس قال 77، 77 دي ازعاج، عملت لك شنو ازعاجتك؟ قالت لك اديني استمارتك خلاص، زي ما استغلال سلطة ده، مع انت سلطة، انت لو دار السلطة دي ما تمشي هناك ترجع مع القشم ديل، ترجع الحتات اللي كانوا قاعدين فيها الجنجويت دي، ولا انت شغلتكم رجالتكم بس قصاد المواطنين الضعفاء دي، شغلتكم قصاد المواطنين الضعفاء. اذا عشان كده اخوانا الناس ما تخاف، الناس تبل، شفتوا صعاليك زي ديل باللوم كويس، بالذات زي دفع الله ده العامل فيها بتاع بوليس. اما عندهم واحد تاني اسمه نادر، نادر ده صعلوك بيقعد يغش في البنات، يشبكهم لك انا ضابط في الشرطه،
انا ضابط في الاستخبارات، انا يقعد يستدرك في البنات، يقعد يقف جنب الحمامات يشغل في البنات، ده كله عشان شنو؟ عشان هو في الاشراف واهله في الاشراف. واقل كلام تجي عنده مره كده بس قاعده للردح، تيجي تشوف لسانه وتردح في الناس. كويس؟ تيجي تشوف لسانه وتردح في الناس. يا ترى النازل هو اصلا ما يفهم عنه هوي، وبعدين انت ذاتك نازح. كان قفلك في الحراسة ذاته. هم زولين من اكلك وشرابك. قالوا انت مقفول في الحراسة اساسا. وهو زمن الحراسة وزول نازح، يعني تيجي تهدد انت والحراسة في ميت بهدده بالغرق. في ميت بهدده بالغرق، اقسم بالله العظيم انا ما اعرف الناس. لكن انا يا دفع الله والجن ده بورزه. ها؟ انا نوعك ده. ما بعرف، لكن عملية لو كان عملتها مع قريبتي انا ولا قريبي، اقسم بالله العظيم اقول لك لو بقيت منه ذاك زاد. سيبك من القانون وسيبك من فضحك، والله اقول لك عيني عينك. لكن للاسف انت لقيت ناس باردين، لقيت ناس باردين. كويس؟ عشان كده امشي زول ده باللغه للشرطه بل انا يشوف ده عينه يا زول. ولو راجل ما يمشي هناك ده ويقاتل مع الجيش هناك يرجعه باقي المناطق دي. قعدت تشطر لك على مرة عمرها فوق الخمسين سنة، وين تلقى الرجال انت؟ اما الصالوق اللي اسمه نادر ده، كويس؟ ده شابكنا لك وشابك لك البنات. انا ضابط وانا ما عارف في شنو، وانا 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 واديني رقمك ونحكي هناك وعندنا بيت فاضي وتعال لي والكلام ده. ويهدد الناس بالطرق ويتكنتك يعمل كونتاكت مع العساكر بتاع البوليس يقربوا في الناس. يا اخوانا انا ده شوفهم هوي، شوفهم بيلوم. ما تسكتوا ليه يا زلمة؟ ما تقعد تخلي حقك يا زلمة، ما تقعد تتجامل. زي ما تجيبهم ده وانت حتخسر شنو اكتر من خسرت، اكتر من انك خسرت بيتك وخارج بيتك. شنو يعني؟ لو ده المفروض زي ما قال صاحبي في الهناية تدبلوا له طوال اصلا ما تخلوه. رمة سجمان. طيب هسه عندك ناس شندي كمان. شندي يعني ناس محتاجة. كويس؟ يعني انا ما عارف تحكم شنو دي للاسف. لا بتقيف على اوضاع النازحين، ولا بتوفر لهم، ولا شقاله بهم الشغله، والشغله معدلنا ليه قريبي قريبك. كويس؟ وما عارف يكتفهم في ذاتهم، وباقي المواطنين يدقوا راسهم في الحيطه. بالله دي حكومه يا اخواننا. ويتو قال لك الحرب دي زي ما قالت البيت كيف ما بتقول، قلت لكم الكلام ده ساي. ما هو نوع الاستقلاليه والانانيه دي؟ يا هو نوع الاستقلاليه والانانيه دي؟ انت قال لك السودان ده لما نرجع تاني يعني احنا بنقبل ببوليس فاسد ولا بوالي فاسد ولا بزفت فاسد؟ اقسم بالله العظيم تاني كيف من جديد شفت يا تخدم البلد دي وتمشي زي الناس، يا داك ما في اقسم بالله تركب السجن زي ما حصل حاجه. اصلا ده تاني زمن بتاع خوف، ولا زمن خوف. الناس سبيل بس يا اخوان. هسه ود الشيخ ده ولا زفت ده اللي قاعد في دنقله ده، كويس؟ معلوماتك مشت. كويس؟ معلوماتك مشت قدام، اقسم بالله ما نخليك. ده طبعا بيستغل الناسحه وداري مارس معاها، استغل ضعفها واستغل انها هي كويس عندها شفع في يدها وعندها هنايه دايسه لك بالجزمه ومعروف يعني. كويس؟ وغير بتاع جهاز الامن اللي هناك القاعد. كويس؟ بتاع جهاز الامن انا والله بجيب تفاصيله كلها. طب ما دام تقاتل مع اخوانك هناك قاعدين يقاتلوا، جاي هنا تقعد تنهب في الناس وتستغل في الناس برما الفندق ما فندق. بكره بنزل لك بوس هنا بصورتك، اقسم بالله العظيم نبي لك قنبل. طب تعرفونا كويس ولا شنو؟ تقول لك انا نزل الشغل بتاع جمع المعلومات ده، والله انا اجيبك. لم تقول ما داير نشهر بك، ما في اقوى من سلاح التشهير على الاطلاق. وده العقوبه ذاب. يا لك عارفك انك انت زول وسخ، امك تعرفك انك انت زول وسخ، مع ان امك بتكون متاكده انك انت زول وسخ. نفضحك كده بس باذن الله تعالى، والله تشوف بل لم تقول ما داير. تقال انا هنخليك يعني. طيب اخوان لحد هنا ونقيف، وانا نلتقي غدا باذن الله تعالى. ولا تأخرنا لكن من بكرة إن شاء الله حنجي بدري. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.